السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة عايزين نعمل الكيكة بأحسن وأضمن طريقة، بأحسن وأضمن طريقة. انسي أي طريقة تانية جربتيها. لو انت عملت الخطوات اللي أنا هقولك عليها في الكيكة بتاعت النهاردة، هتلاقي كيكة هشة وتحفة وعالية، وطعمها هيبقى خرافة، ومش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. المكونات اللي عندنا بسيطة خالص. المكونات عبارة عن كوباية سكر، كوباية زيت. الزيت عشان بيخلي الكيكة بتبقى هشة وبتبقى طعمها أحسن. لو استعملت سمنة أو زبدة بتبقى الكيكة مكتومة. وهنستعمل بيضتين وكيسين فانيليا، كيسين فانيليا ورشة ملح بس عشان تبين الطعم، ومعلقة كبيرة بس ما تكونش مليانة بيكنج باودر، ومعلقة من الخل عشان تعمل رفع للكيكة وتخليها هشة، وهتفرق معاكم جامد معلقة الخل. والدقيق، دول كوبايتين دقيق احنا نخلناهم اكتر من 3 مرات. اهم حاجة تدخلي الدقيق كويس عشان يدخل له هوا، وهتلاقي النتيجة بتاعت الكيكة مضمونة وناجحة. كل المكونات دي انا هحطها في الخلاط ما عدا طبعا الدقيق. الدقيق هركنه على جنب. هحط كل المكونات ديت في الخلاط وهنضربها لحد ما يتجانس الخليط كله مع بعض ونحصل على قوام كريمي. بعد كده هنحط بالتدريج بعد ما نرش على الدقيق رشة ملح. اهي اول حاجة هبدأ برضو. هن الدقيق زي على قد ما تقدري، اعملي غربليه كتير. اهو الدقيق زي ما بقول لكم انا غربلته كذا مرة. بص، بتحطي الدقيق كده وتقعدي تهويه، كل دوت بيدخل هوا في الدقيق، فبتلاقي النتيجة تبقى مضمونة وكويسة وتبقى زي الفل. بصوا يا جماعة، انا هحط كل المكونات دي في شفشف الخلاط اهو. اهي اول حاجه كوبايه السكر اهي. انا هنا عاملاها بالعصير، ممكن العصير ده تستبدليه لبن او تستبدليه اي عصير بقى انت عايزاه. ده عصير تانك مركز اهو، هحطه هيدي الكيكه لون اصفر وهتبقى جميله. وكوبايه الزيت وهكسر البيضة، البيضتين. هنبدأ نحط كل المكونات مع بعض في الخلاط. وحطيت الفانيليا مع البيض والسكر والعصير، وهنبدأ نضربه مع بعض اهو. بعد ما خلطنا الخليط كله في الخلاط اهو بالشكل ده، اتخلطوا كويس. جبت هنا الكوبايتين الدقيق، هحط عليهم رشة ملح صغننه قوي اهي اهي، شايفين قد ايه؟ بس هي دي بس. انا خلطت كل المكونات مع بعض على الدقيق، وجهزت صينية هو اترشت لها الصينية، رشت لها عملتها، دهنتها بالسمنة كويس قوي، وبعد كده بطنتها بشوية دقيق. وادي الخليط. اهم حاجه بصوا في الكيكه، لازم نخلي التقليب من ناحيه واحده عشان الهواء اللي احنا دخلناه في الدقيق ما يهبطش تاني هو انا بصوا النار يا جماعه. طبعا احنا مشغلين الفرن. بصوا يا جماعه، اهي الخليط بيبقى بالشكل ده. وهنرجع لكم تاني يا جماعه لما تشوفوها شكلها هي مستويه. الفرن بنخليه على 180، وانا مشغله الفرن وانا بجهز فيها بس حبيبي اهي. شايفين احنا بنعملها كده، بنخبطها خبطتين يا بابا يا توت اهو. وهنا يا جماعه بنرجع لكم تاني لما يغلي في الفرن. بصوا يا جماعه الفرن، بصوا
بصوا يا جماعه لما هي في الفرن انا ارجع لكم تاني. لا اعملها صوره. رجع لكم تاني يا جماعه. رجع لكم تاني. رجع لكم تاني يا جماعه. رجع لكم تاني يا جماعه. بصوا شكل الكيكه لما بقت حلوه وبقت جميله ازاي. بصوا شكلها العيال نصفوها خالص ما خلوش فيها حته. بصوا يا جماعه بصوا الكيكه. يلا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل يوصل لكم من هما كل شيء. يلا باي باي. واعملوا لايك وصلوا القناه دي وصلوا الفيديو دي. يا رب يا رب الفكره تكون عجبتكم. بصوا يا جماعه شكل الكيكه لما طلعت من الفرن شكلها جميل قوي. يا بصوا العيال نسفوها. يا رب الفكره تكون عجبتكم يا جماعه. تنسوش تعملوا لايك وشير تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم من امي كل شيء. يلا باي.